انتهى الفنان محمد رمضان من تصوير كل مشاهده في فيلمه الجديد جواب اعتقال، واخر مشاهد تم تصويرها في لبنان على مدار اسبوع كامل، وجمعت معظم مشاهد لبنان بينه وبين الفنانه دينا الشربيني. ونشر محمد رمضان على صفحته على الانستغرام فيديو ليه وهو بيصور في لبنان وحواليه عدد من الشباب والبنات من لبنان بيتصوروا معاه، وعلق رمضان على الفيديو كتب حبايبي من لبنان. على بالراحه بالراحه سيبونا ما نتصور. وكمان نشر رمضان اول صوره بتجمعه بالفنانه دينا الشربيني جوه احداث الفيلم، وكل جمهور حب صوره رمضان ودينا مع بعض، وعلق كمان على الصوره وقال الموهوبه بزياده. وزي ما كلنا عارفين ان رمضان بيقدم لاول مره دور قائد جماعه ارهابيه واسمه في الفيلم خالد الدجوي، اما الفنانه دينا الشربيني فبتقدم دور فاطمه وهي حبيبه خالد الدجوي. ومن ناحيه تانية بقى بدا المخرج محمد سامي مونتاج ومكساج الفيلم عشان يكون الفيلم جاهز للعرض في موسم نص السنه اللي جايه، وده بعد ما خرج من موسم عيد الاضحى في اللحظات الاخيره، وبيشارك في بطوله فيلم جواب اعتقال اياد نصار واللي بيقوم بدور ضابط شرطه، وبيشارك كمان في البطوله الفنان سيد رجب وايمان العاصي ومحمد عادل، والفيلم من تاليف واخراج محمد سامي. وفي الحقيقه ده بيعتبر التعاون الثاني ما بين رمضان والمخرج محمد سامي بعد ما قدموا مع بعض مسلسل الاسطوره في رمضان اللي فات. قول لي يا دي عصام الفرق بين الراجل والمرا غير الفرق اللي كل الناس عارفاه. وايه لازمتها الدخله دي ارفعها يا تسوق؟ وانا اجي في دخله برضه اروح امك؟ انا جاي في دخله وهيشهد عليها ابوك. يا محمد يا نعم ايه يا رفاعي؟ ابنك بيبلغ عني. فمش طريق كلام برضه يا معلم رفاعي. بس يا بابا بتبلغ عني انا يا عصام؟ فمش بالصوت برضه ولا ايه؟ ده انت معلم يا دوب تتكلم وانا واقف، ده انت تمسك الشيشه بقى.